هي الأكواريوم عبارة عن غابة الممطرة والغابة المفتوحة إليها، فيها الحيوانات، حيوانات من مصر أو حيوانات من أفريقيا أو من برة، وأحواض السمك والأنفاج وجميع أنواع الأسماك البحر الأحمر. عندنا أكثر من 650 نوع سمك. انا بقى لي يومين هنا، واول مره انا جيت الغردقه من سنه 29، كنت في قريه اسمها جيفتون، لكن بقى لي اكتر من 30 سنه 29 سنه ما جيتش. ودخلت المكان ده، المتحف بتاع المتحف ده جميل جدا. احنا لسه بادئين ولسه داخلين، بس بصراحه انا مبسوط جدا ومستمتع انا واسرتي. من اول مره اجي هنا الغردقه، واول مره اجي الصراحه هنا الجراند اكواريوم، تحفه حلوه جدا، اتبسطت قوي. مصطفى راح كتير من اول مره اجي، فبصراحه اتبسطت قوي قوي قوي، وعايزه اكمل الصراحه بقيه اليوم هنا. جيت النهارده جراند اكواريوم عشان خاطر هي حاجه جديده، اول مره ان انا اخش المكان، يعني سمعت عنه بس اول مره ازوره. شفت حاجات جميله جدا، بدانا بالتمساح، بعد كده دخلنا التانيل بقى اللي مليانه الاسماك، فيها شفنا الشارك وشفنا الترسا وشفنا حاجات كتير حلوه. في حاجات كمان كتير بره هنا، فلابينجو وفي البط البري وحاجات كتير، بس انا استمتعت جدا يعني.